الحكومية وبعد الفحص أنه بنت. يوجد لديه رحم ومبيض، غير أنه يحتاج لعمل جراحة لشق وإزالة قطعة للحمة صغيرة تشبه ذكر الطفل. ما حكم عمل العملية لتحويلها إلى أنثى كاملة؟ وما العمل في حالة رفض أهل المريض بعد أن اكتشف أنه بنت؟ على وجه العموم، العمليات تغيير وتصحيح الجنس هي بالفعل تحتاج أيضا إلى لقاء مستقل، لكن في جوابا لهذا السؤال، إذا ثبت بالكشف الطبي أن هذا الشخص هو امرأة، سواء على صعيد الكروموسومات الناحية الجينية أو على صعيد الغدد التناسلية الداخلية، فإنه لا يجوز إبقاؤه ذكرا. يعني هو لا شك أنه يشرع تحويله إلى أنثى، بل قد يقال أنه لا يجوز إبقاؤه ذكرا، لأنه لو حول إلى أنثى فإنه يمكن أن يقوم بالوظائف التناسلية، بل في بعض الحالات يمكن أن ينجب. ولذلك فعملية التصحيح ليوافق ظاهر الجسم حقيقته وحقيقة جنسه تكون من التغيير الجائز، وقد يطلق عليها بعض البعثين من تصحيح الجنس، وهذا بخلاف الرجل الذي هو في أصله ذكر وليس هناك أي شائبة، لا من الناحية الطبية ولا الأعضاء الخارجية، ثم يرغب في التحويل إلى أنثى أو العكس، فهذا لا شك أنه محرم. السؤال الأخير، هل تغير الشعر بالسواد من التغيير، وهل هو ضار بالصحة؟ أما من ناحية يعني الشرعية، فتغيير الشعر بالسواد هذا موضوع طويل وهو محل خلاف، والأصل يعني اجتنابه لظاهر كثير من النصوص الشرعية، وليس في الواقع من يعني العمليات التجميلية التي تدخل في المحاضرة، لكن ربما بعض يعني جاء في بعض الآثار وبعض العلماء أشاروا إلى أن له علاقة، وأنه ممن حرمه قال أنه في نوع من التغيير بأنه يجعل الشخص الكبير في سن صغير، لكن هو يعني ليس داخل باعتبار أن تغيير لون الشعر يعني قد لا يكون له يعني كبير علاقة بتغيير الخلق. هذا ما تيسر، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الدورة المباركة، ونشكر الحقيقة كل من شارك في ترتيبها وتنظيمها، ابتداء بإدارة التوعية الدينية في مديرية العامة للشؤون الصحية منطقة الرياض، وهذا الجامع المبارك والقائمين عليه باستضافة وتنظيم هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن تكون قد حصلت الفائدة منها، ويعني استفاد الجميع ممن حضر وممن سيشاهد عبر الوسائل التقنية والإعلامية المختلفة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.